نروح بقى لاخبار الرياضه بالمواقع والصحف سواء محليا اكيد او عالميا. ومقر دلوقتي احنا هيكون معانا مقر جريده ايه يا جماعه؟ هيكون بوابه نيوز. بالبوابه نيوز هيكون معانا مراسلتنا روزان نصر، هنتابع معاها اهم الاخبار في الصحف والمواقع. يعني روزان بنرحب بيكي مره ثانيه وبعد غيبه بقالك فتره مش بتطلعي معانا، صباح الخير عليكي. وعايزه اروح معاكي للمنشات الخاص ببوابه نيوز تحديدا، لان مدرب الجابون قال تصريح اعتقد هو مهم جدا. يعني لما يجي يتكلم مدرب الجابون ويقول منتخب مصر الاقرب للوصول لكاس العالم، لا ده عايزين نعرف التفاصيل بقى. اتفضلي يا روزان. صباح الخير يا نهواند، صباح الخير يا كريم، صباح الخير على كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يعني زي ما قلت يا نهواند، يمكن انا بقالي فتره مش بطلع، انت عارفه الشتاء، يعني انا مش من محبين خالص فصل الشتاء للاسف، فيعني اتمنى بقى انه ايه الشتاء يخلص بسرعه وندخل على الصيف على طول. يوم جديد، فقرة صحفية جديدة من مقر البوابة نيوز. هنبدأ بخبر من جريدة الجمهورية. منتخبنا في صراع خفيف من أجل التصنيف، بيواجه طبعا منتخبنا الوطني اليوم منتخب الجابون على استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بدور المجموعات لتصفيات كأس العالم قطر 2022. وحسم الفراعنة بطاقة التأهل إلى المرحلة النهائية لتصفيات المونديال بعد التعادل طبعا مع أنجولا في الجولة الخامسة. وعلى الرغم من حسم التأهل، إلى أن المدير الفني للمنتخب رفض اعتبار مواجهة اليوم تحصيل حاصل نظرا لأهمية الفوز في رفع النقاط للتقدم في ترتيب تصنيف الفيفا قبل قرعة المرحلة النهائية. بالفعل يا نهواند، الخبر ده معانا النهارده ومن اهم الاخبار. مدرب الجابون منتخب مصر الاقرب للوصول لكاس العالم، قال طبعا المدير الفني لمنتخب الجابون ان منتخب مصر لديه فرصه كبيره في التاهل لكاس العالم 2022 في قطر. وقال كمان في تصريحات خاصه، بالنسبه لينا مواجهه منتخب مصر ستكون مهمه رغم تاهلهم للمرحله النهائيه، فهي مباراه دوليه ومهمه ونريد ان نكون في موقف افضل بالتصفيات. وكمان اضاف مصر اوفر حظا بين المنتخبات في التأهل لكأس العالم، ومحمد صلاح لاعب مهم لمصر مثل ليفربول وهو قادر على قيادة منتخب مصر لكأس العالم. من الشرق الأوسط، متروفيتش المغضوب عليه يصدم البرتغال. لاعب المهاجم متروفيتش دور البطل بعد أن كان قبل أشهر مغضوب عليه حين أهدر ركلة الترجيح الحاسمة في مواجهة فاصلة أمام اسكتلندا حرمت بلاده من التأهل لنهائيات بطولة أمم أوروبا. ولكن ميدروفيتش والذي أصبح الهداف التاريخي لمنتخب بلاده برصيد 44 هدف من 69 مباراة دولية وسجل 8 أهداف في 8 مباريات بعد دخوله بديلا أمام البرتغال. واخيرا من روسيا، اليوم نجم انجلترا يكرر انجازا عمره 64 عاما. حقق طبعا هداف المنتخب الانجليزي هاري كين انجازا لافتا في مباراه سان مارينو ضمن منافسات المجموعه التاسعه من التصفيات الاوروبيه المؤهله لمونديال قطر 2022، وسجل كين 4 اهداف في تقريبا 15 دقيقه. وبهذا الفوز رفع المنتخب الانجليزي رصيده ل 26 نقطه الى المونديال، وسبقه طبعا في التاهل منتخبات الدنمارك، المانيا، فرنسا، بلجيكا، كرواتيا وصربيا وكمان اسبانيا. دي كانت ابرز واهم الاخبار هنا من موقع البوابه نيوز. بشكركم جدا وعوده ليكم مره ثانيه. احنا كمان بنشكرك جدا على هذه التغطيه يا روزان، ولو ان هنختلف معاكي اكيد على موضوع الصيف والشتاء، بس مش موضوعنا دلوقتي. شكرا ليكي جدا، وبنشكر زميلنا العزيز ايضا فاروق على التغطيه. شكرا. برضو بنتنا بنتنا يعني بنتنا. مش مشكله بس يعني لا 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 لا، يعني الاراء هنا هتختلف تماما اكيد.